باعتبار الحضور الكريم السباق سوف تعطى انطلاقته بعد قليل 1750 متر. إذن تعطى انطلاقة هذا السباق فدرأتنا سباق جائزة الراحل زكريا حكام ديربي 3 سنوات سباق 1750 متر. انطلاقة ممتازة لكل المشاركين. كتشاهدوا التقدم ديال رقم 4 الصنصري الكحولي جي في مقدمة هذا السباق رفقة بوشعيب فكار. كذلك انطلاقة قوية جدا رقم 1 ديش باك رفقة ابتسام الحافظي اللي كيتنافس بقوة مع رقم 4 على الصفوف الأولى. كذلك السرعة قوية الآن اللي كتشوفوها ديال رقم 3 روز بونتر رفقة رشيد أمناي اللي كيحاول الآن يجي في السباق التالي ديالو من جديد يحقق المفاجأة ويجي في الصف الأول. إذا ركب أنا الصراعات كشهدوا الصعود القوي في الصف الرابع لرقم الثقافة سيكسي رفقة عزيز يابفي فيما كنشوفوا الآن التنافس القوي بين رقم 4 ورقم 1 كيبتعدوا بقوة الكوكبات المؤخرة. إذا كده رقم 4 في مقدمة مسابقة الصنصري رفقة بوشعيب فكار رقم 1 ديشباك ما كيخليش يزيد في السرعة ديالو. إذا ركب رقم 1 ديشباك في الضغط القوي على رقم 4. إذا ركب رقم 1 كياخذ المبادرة ديشباك رفقة عبد السلام الحافظي في الصف الأول. رقم 4 كيتراجع نوعا ما فتلاتنا وكيجي في الصف الثاني في ظل الصعود القوي. كذلك ديال رقم 3 روس بونتر اللي كيجي في الصف الثالث. كذلك الصعود ديال رقم 8 الصنصيه رفقة عبد الله الحرات. إذا ركب الآن الصراعات في الأمطار أخيرا رقم 1 ديشباك الآن كيحاول الآن يجي في قادمة المسابقة. إذا ركب الآن الصراعات قوية وقوية جدا رقم 3 روس بونتر كيحاول يسرع من الوتيرة ديالو. كذلك الآن الخروج القوي ديال المهور والمهارات ديال الحارس البلكية صابلو. إذا ركب الآن الصراعات في الأمطار أخيرا غادي تكون قوية وقوية جدا رقم 3 كياخذ المبادرة روس بونتر في مقدمة المسابقة. كذلك رقم 5 كيتقدم. إذا ركب الآن الأمطار أخيرا لمن ستكون كلمة حسم رقم 3 في مقدمة هذا السباق روس بونتر رفقة رشيد أمناي كيتوجه نحو تتويج بهذه المسابقة. لكن أكيد الصراعات في الأمطار الأخيرة غادي تكون قوية وقوية جدا. الصعود القوي ديال رقم 4 الصنصري كيحاول يتقدم في اتجاه مقدمة هذا السباق رقم 5. كذلك رقم 5 وورسكيب رفقة تميز الدانا. إذا ركب الآن الصراعات رقم 3 رقم 2 رقم 3 رقم 5 كيتنافس على مقدمة هذا المسابقة. رقم 3 ربما أحسن بشكل كبير هذا السباق. رقم 3 أكيد روس بونتر يفوز بهذه المسابقة. رقم 5 رقم 7 رقم 6 ورقم 8 هذا هو الدخول ديال هذا السباق. Une grande surprise. Le numéro 3 qui a fait la surprise avec Rachid Amnay, la première place. Ndekrofakat Nahou, Rakam Tleta, Fahir Moucharaket Dialou, quand tu as le marquez l'Awal Youssef qui ne fait pas de Moutawaj Bad Moussabaka Hadi, ou quand Rakam Khamsa, Roboman Khourouj Dialou, quand tu as le Warskip, Rofkat Samiz Gan, ou Bottabt Fah, Roboman Nahou, Tkelmina, Rakam Tleta Bima Kibel, et Nahou le Moudrib Dialou, si Asserteli Tkelmina, ou Galbi Nahou Maki. يبقاش من بين الاولويات ديالو او من بين الاوائل اللي مرشحهم باش انهم يتوجوا بهذه المسابقه. وبالفعل فكيفاجئنا حتى حنا رقم 3 اللي دخل في المركز الاول. كان متوقع رقم 5 وارسكيب اللي خدا المركز الثاني فيما رقم 8 صنصيه كذلك اللي كتبقى من بين الاقوياء اللي خدات المركز الثالث. اذا 3 5 8 في انتظار باش ناكدوا لكم هذا الوصول المؤقت. بدات بالمفاجات يوسف. اكيد مفاجات كبيره وكبيره جدا. رقم 3 اللي كان عنده اول سباق بمدينه الجديده السباق الثاني على التوالي زوج انتصارات. اذا بداية ممتازة للغاية بالنسبة لرقم 3 رفقة رشيد أمني للمرة الثانية على التوالي. إذا أكيد أول مرة بأونفا دخول ممتاز للغاية. كنشوفو كيتقدم على رقم 5. المفاجأة بالنسبة لرقم 3 روس بونتر اللي كيخلي الخيول والمهور والمراد ديال الحارس الملكية صابلون وكيجي في الصف الأول في انتظار تأكيد هذا النتائج بعد قليل. إذن سيداتي وسادتي نعود إليكم بالنتائج المؤقتة للسباق الثالث. الصف الأول رقم 3، الصف الثاني رقم 5، الصف الثالث رقم 6، الصف الرابع رقم 7، والصف الخامس رقم 8. التوقيت ديال هذا السباق هو دقيقة و53 ثانية. Mesdames et messieurs, voici l'arrivée provisoire de cette troisième course. Premier le 3, deuxième le 5, troisième le 6, quatrième le 7 et cinquième le 8. Le parcours a été effectué en 1 minute 53 secondes.